السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمشروع نتاع مركز أعمال بمدينة جيجل، واللي فيه يعني 15 طبقة، وكذلك فيه فضاءات مختلفة نتاع تجارة، وفيه مدرسة وعدة مرافق. إذن لكن النقطة السوداء تبقى قضية التهيئة العمرانية وغياب النظرة العامة والشاملة في ميدان التهيئة العمرانية، في ميدان يعني الخطط نتاع شغل الأراضي، و يعني يعتبر هذا الوضع الحالي اللي راه يعني يعم في كل ولاية الوطن، يعتبر تبذير وضياع للفرص اللي كانت متوفرة لنا، واللي متوفرة به يكون عندنا محيط عمراني يومانيزي، يعني على يعني يناسب الحياة اليومية وتطلعات نتاع المجتمع وتطلعات نتاع المستثمرين، باش تكون يعني فضاءات الإنسان يبروفيتي فيها ويعيش فيها معيشة طيبة، في يعني محيط نقي واسع ومريح. لكن للأسف العمران ينمو بطريقة عشوائية في كل أرجاء الوطن بدون يعني تهيئة نتاع الفضاءات العامة، خاصة من حدائق وأرصفة ويعني مستلزمات العيش الكريم، يعني في الحقيقة الحياة العامة يعني بصفة عامة. غياب الأحياء الراقية في مجتمعاتنا، هذا أمر لازم السلطات العليا تأخذ بعين الاعتبار وتكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم.